مدينة شلاتين بتشهد افتتاح أول معرض للكتاب بتستضيفه المدينة تحديداً في قصر ثقافة شلاتين. المعرض بيضم إصدارات كتيرة من قصور الثقافة وهيئة الكتاب ودار الكتب وكمان دار المعارف. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن المعرض من الأستاذ عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح النور عليكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. في البداية لو تعرفنا عن المعرض وعن تفاصيل أكثر عنه، إصداراته، أهمية وجوده كمان في شلاتين. تمام. هو المعرض زي ما هو واضح كده من اسمه معرض شلاتين الأول. ده معرض بيقام لأول مرة في منطقة الشلاتين، بيقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلان وزيرة الثقافة واللواء عمرو حنفي محافظة البحر الأحمر. بيتنفذ من خلال الهيئة العامة لأصول الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيون. المعرض السنة دي هو معمول بهدف التأكيد على إيصال الخدمة الثقافية وتأكيد العدالة الثقافية اللي موجودة في البلاد من خلال توجيهات الدولة ووزارة الثقافة. حضر فعاليات الافتتاح معنا العميد محمد البنا رئيس مجلس مدينة شلاتين وعدد من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة لمشايخ القبائل اللي موجودين بمنطقة شلاتين وحضور جماهيري من أهالي المنطقة. المعرض بينظم من خلال التأكيد على مبدأ التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، فنلاقي مع الهيئة العامة لأصول الثقافة المنفذة للمعرض مشاركة للهيئة العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق المصرية بجانب مشاركة دار المعارف، وهيستمر إن شاء الله معنا لحد يوم 4 يونيو، والباب بتاع المعرض مفتوح يوميا لحد الساعة 5 لحد الساعة 10 مساء. حضرتك أستاذ عماد اتكلمت عن مبدأ مهم جدا، مبدأ العدالة الثقافية، وإن الكتاب لازم يصل إلى كل مواطن مصري في كل مكان. احنا لسه شايفين مع حضرتك دلوقتي الصور على الهواء في شلاتين، مدى الاقبال بقى، استقبال اهلنا، الاطفال، المراه، كل الشرائح العمريه اللي موجوده في شلاتين لهذا المعرض، وازاي تفاعلوا معاه؟ زي ما حضرتك واضح في الصور كده كان في حضور جماهيري من مختلف الاعمار. الكتب والإصدارات اللي بتقدمها قطاعات وزارة الثقافة بالإضافة لدار الكتب والوثائق متنوعة في مختلف المجالات وبتخاطب كافة الفئات، بدءا من الطفل حتى المشايخ الكبار يعني. وهنلاقي الكتب دي بتتنوع ما بين الأدب والتاريخ والفن، كتب إصدارات كتاب مهمين جدا زي طه حسين، واصدارات متنوعه ومختلفه. الهيئه العامه لاصول الثقافه وقطاعات وزاره الثقافه بتشجع الاهالي من مختلف اعمارهم في التواصل مع المعرض، بالاضافه لشغفهم من خلال اهداءات كمان غير مباعه لعدد كبير من النسخ الخاصه بالاصدارات بتاعتهم. بالنسبه للاقبال من الجماهير، احنا الجماهير قابلتنا بفرحه بصراحه يعني. الموضوع برضو ما هوش متكرر عندهم بشكل حتى سنوي، ولاول مره بيشوفوا مجموعه الاصدارات المختلفه ديت والكم الكبير من عدد الكتب اللي موجوده ديت، وكان في اقبال بالشراء يعني، في ناس كمان دخلت من اول دقيقه بدأت تشتري لأولادها وليها وتسأل على أسماء كتب معينة، وكان موجود منها معظمها الحمد لله من إصدارات القطاعات المختلفة، وبيلبي رغبات الفئات المختلفة منهم هناك. طب يا فندم، بالنسبة للفعاليات اللي بتقام على هامش المعرض، هل في فعاليات بالفعل موجودة؟ وهل في خطة كمان لاستدامة هذا المعرض؟ وبالنسبة كمان للإصدارات المشاركين بها من خلال الوزارة يا فندم في المعرض؟ طب هو في جزء اهتم تخصيصه في المعرد لإقامة معرض نتاج الحرف اليدوية اللي بتقدم منتجات منطقة الشلاتين الخاصة بالجلود والخرز، وبتأكد على تراثهم في المنطقة. حتة الاستدامة هو تم الاتفاق بين معالي الوزيرة وقطاعات الوزارة، وإن شاء الله يبقى في أكتر من قطاع تاني في خلال الأعوام القادمة إن شاء الله. المعرض هيقام بشكل سنوي وتم إدراجه على خطة وزارة الثقافة وقطاعات وزارة المصر. ده خبر هايل جدا انه معرض شلاتين الكتاب هيكون ان شاء الله معرض مستدام، ناخده منك يعني بشكل سنوي ان شاء الله خدمه لاهلنا في شلاتين. فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي، يعني الى جانب طبعا الكتب
اللي احنا شايفينها والإصدارات المتنوعة، هل في برنامج ثقافي؟ هل في حضور لكتاب مثقفين فنانين من محافظات تانية كمان إلى شلاتين، عشان يعني أهلنا يشعروا أنه يعني كل المثقفين أو المبدعين ممكن يكونوا حاضرين في النقطة البعيدة قوي اللي هي شلاتين؟ طب هي شلاتين ما اصبحتش نقطة بعيدة قوي بالنسبة لنا كوزارة الثقافة، لأن احنا من فترة كبيرة من خلال الهيئة العامة لأصول الثقافة بنأكد على التواجد الثقافي دايما في منطقة الجنوب هناك، مش في شلاتين بس، ولكن في شلاتين وحلايب وأبو رماد وأبرق. المناطق ديت بنقدم فيها خدمات ثقافية متنوعة، وبنحاول ان احنا نعمل نقلة ثقافية من خلال تعريف أهالي المنطقة للثقافات المختلفة للأقاليم الثقافية في مصر. فالوزارة منظمة من خلال الهيئة عدد من الأسابيع الثقافية بتقام على مدار الشهر مدار السنة، بواقع ثلاث أسابيع ثقافية بنطلق عليها ملتقى، بناخد فيها الفئات المختلفة من أطفال وشباب والمرأة في المناطق الحدودية ديت، سواء في أسوان أو في البحر الأحمر، وبنعمل ليهم ملتقيات مع الفئات المقابلة ليهم من مختلف الجمهورية. فعندنا ملتقى أهل مصر للأطفال، وملتقى أهل مصر للشباب، وملتقى أهل مصر للمرأة. دول بنحاول نعرفهم بيها ثقافات المحافظات المختلفة اللي ممكن يندمجوا معاهم، بندمجهم مع فئاتهم المقابلة سواء أطفال أو شباب أو مرأة، بنعلمهم بعض الحرف اليدوية الأخرى غير الحرف اللي موجودة في المنطقة اللي بتأكد على تراثهم، بنعرفهم مزارات السياحية في البلد، تاريخ الدولة المصرية حتى الآن، وبنأكد من خلال بعض الزيارات دي على أهم المشاريع اللي الدولة بتنفذها دلوقتي، ونعرفهم المسار الاقتصادي بتاع الدولة بيبقى ماشي إزاي، التطور الاجتماعي الحاصل في الدولة إيه، جه جهود الدولة اللي بتبذل في سبيل الإصلاح للدولة المصرية. طيب يا فندم، بالنسبة للفعاليات الأخرى كمان اللي تشهدها مناطق جنوب الصعيد قريباً، احنا بصدد تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في منطقة الجنوب او في محافظات الجنوب بوجه عام كإقليم. بننفذ دلوقتي عندنا التصفيات بتاعة مهرجان المسرح في الإقليم، مشارك ب 11 عرض من خلال المهرجان دوت اللي هيتم في القاهرة التصفية بتاعته إن شاء الله. بنقدم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة من خلال فرق الإقليم المختلفة، سواء فنون شعبية أو آلات أو موسيقى أو كورالات أطفال. بنقدم عدد من الفعاليات الثقافية، منها مناقشات كتب تم إصدارها من مختلف الجهات في الوزارة، أو كتب خاصة بتؤكد على أعلام الأدب والثقافة. بننفذ كمان عدد من الندوات بالمشاركة مع قطاعات وزارة الثقافة في محافظات الإقليم. إن شاء الله معمول دلوقتي البرنامج لمنطقة الجنوب، خاصة إن إحنا زي ما الأستاذ الفاضل تكرم علينا كده هنحاول نزود الجرعة الثقافية للمنطقة ديت أكتر من الفترات السابقة بإذن الله. لا ده إحنا نجي لكم بقى صباح الخير يا مصر كده نعيش والأجواء دي ونصورها معاكم. أخيرا عايز أسأل حضرتك، معرض شلاتين الأول الكتاب إزاي ممكن يكون فرصة لاكتشاف مواهب جديدة في هذا الإقليم في الشلاتين تحديدا، أصوات في الكتابة في الغنى في الشعر في الموسيقى، يعني هل في برنامج أو فكرة اكتشاف مواهب إبداعية جديدة في شلاتين؟ هو بصرف النظر عن المعرض، الهيئة عندها إدارة المواهب اللي بتعمل دوت طول السنة في مختلف المحافظات، وطبعا بما أن منطقة الجنوب تابعة لمحافظة البحر الأحمر وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا، فإحنا بنعمل دوت هناك. يمكن خلال بعد الافتتاح في جلستنا مع نائب رئيس مجلس المدينة ورئيس مجلس المدينة والشيوخ القبائل، اتكلمنا في إمكانية ان احنا نعمل مسابقة فنية لاكتشاف بعض المواهب في مجال التمثيل والموسيقى، نقدر نعمل منهم كورال اطفال، او ممكن نعمل بهم فرقة مسرحية تشارك بالتراث المنطقة ديت في قلب المهرجانات اللي احنا بنعملها. والاقتراح لقى قبول منهم جدا، وان شاء الله في خلال الفترة اللي جاي ديت، مش في فترة كبيرة يعني، في خلال شهر او شهرين هنكون اكتشفنا عدد من المواهب، وخاصة ان الاولاد دول في الملتقيات اللي بتتعمل بالنسبة ليهم
بيبقى في ورش شغاله على الموضوع دوت، وبيتم اختيار منهم عدد وبيصعد منهم اوائل اكتشاف المواهب وبيشاركوا في المسابقات برضه. يعني كل التقدير والشكر للجهود دي. بنشكرك استاذ عماد فتحي رئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافي، وصباح الخير على حضرتك.